بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه العظيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. اليوم ودنا نتطرق من خلال مسيرتي في وزارة الداخلية لما يقارب 40 سنة، ودنا نتطرق لبعض القضايا التي شغلت الشارع العام وبيان تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية كافة. عام 2012 حصلت قضية طبعا شغلت الشارع العام وتفاعل معها كثير من المواطنين لسرقة عدة منازل، وكان ذلك في شهر رمضان، وكانوا طبعا الجنات يستغلون خروج أرباب المنازل إلى طبعا لقضاء احتياجاتهم أو ذهاب إلى صلاة التراويح، كانوا يرصدون هذه المنازل ويتتبعون أرباب المنازل سواء رب الأسرة أو ربة الأسرة إلى وجهة نظرهم، ويكونون باقي تشكيل العصابة موجودين أمام المنزل، ويقوم أحد أفراد العصابة بطرق الباب، تطلع الخادمة ربة عاملة المنزل تفتح الباب على بو أنه بيقدم شغلة ولا جايب حاجة لرب الأسرة أو راعي البيت. فعند ما تفتح الباب يقتحمون البيت ويسرقون كل ما طول أيديهم، بالإضافة إلى طبعا الاعتداء بالضرب على من يحاول يقاومهم، مستخدمين أسلحة خفيفة مسدسات، وكانوا يخفون ملامح وجيههم في جوارب نسائية حتى لا يتعرفون عليهم. وكما يقال بإذا لا تجني من البصر فائدة إذا عميت البصيرة، وبالفعل عميت بصيرة أحد الجنات عندما قام بالاعتداء على إحدى العاملات في المنزل بعدما قاموا بسرقته، فترك أثار. فطبعا تم التنسيق مع الأخوة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللي لهم دور طبعا كبير، وإدارة مسرح الجريمة بالذات اتجهوا معانا إلى المنزل وقاموا برفع الأثار اللي موجودة ومطابقتها بقاعدة البيانات، حتى تمكننا من الوصول إلى مرتكب الاعتداء على عاملة المنزل من الأثار اللي تركها، وتعرفت كذلك على وجهها لأن كان هو الله عمى بصيرته بأن نزع الجوارب اللي على كانت على وجهها تخفي ملامها، وبالفعل تعرفت فيما بعد طبعا. ولكن بداية لا نبخس دور حق الأدلة الجنائية، وعن طريق المختبرات تم فحص العينات بمسرح الجريمة، تطابقت العينات بقاعدة البيانات، تم معرفة طبعا أحد المتهمين، وتم عمل كمين بعد ما طبعا تم معرفة عنوان سكنه وبترتيب خاص من قبل رجال المباحث، تم الوصول إلى مسكنه وتتبع إلى خرج إلى إحدى محطات الوقود لتعبئة المركبة. وبالفعل قاموا رجال المباحث بمداهمته في محطة الوقود، ما اكتفى بتسليم نفسه، قام بيطلق عيارة نارية عدة لإرهاب رجال الأمن، ولكن ولله الحمد رجال الأمن كانوا لا بالمرصاد وأطاحوا به وجلبوه إلى وحضروه إلى مقفر مكتب المباحث طبعا للتحقيق، ومواجهته في الأدلة المرفوعة من قبل مسرح الجريمة، وكذلك مواجهته في الخادمة اللي اعتدى عليها، تعرفت عليه أقر واعترف، والبقية بأن نصل إلى باقي أفراد التشكيل العصابي. وبالفعل
طبعا تم عمل أكثر من كمين لضبط الجنات والوصول لهم على حسب العناوين وأماكن تواجدهم، ولله الحمد وصلنا لهم وتم التحقيق معهم وبيان دور كل متهم فيهم بالضبط وما ارتكب من جرائم، سواء كانت اعتداءات جنسية أو اعتداءات بالضرب وحمل وحيازة السلاح وتسور المنازل. وطبعا معاهم التشكيل العصابي هذا كان معاهم وافد عربي يشتري منهم المجوهرات ويعيد صياغتها ولا يغير في شكل المجوهرات، وبالفعل تم التحقيق معهم وقروا واعترفوا جميعا وتم تفتيش منازلهم وإحضار كمية كبيرة من المجوهرات قبل أن يتصرفوا فيها وعرضهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق ومدتت عقوبة الحبس عدة مرات لحين رفعت القضية إلى المحاكم واصدرت أحكام مشددة بحقهم وتقريبا تراوحت من 10 سنوات إلى 15 سنة. هني لا نغفل دور المواطن، لأن كثير من المواطنين زودوا رجال الأمن بمعلومات عن المركبات اللي استغلت في السرقات من قبل المجرمين أو الجنات، فالمواطن يكون مكمل لرجال الأمن أمانة، وهذه لا نبخس حق المواطنين الأشراف اللي كانوا مع. طبعا وضع السرقات هذه كانت في شهر فضل الله سبحانه وتعالى على الشهور وفضل فيها الليالي المباركة، ويكفي بأن بهذا الشهر ليلة القدر اللي هي عن أمور كثيرة. طبعا كل من يقوم في طبعا إحياء هذه الليالي العظيمة في الشهر الكريم، ونقول الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله لنا لقاء آخر في موضوع آخر. تحياتي الفريق محمود إبراهيم الطباخ.